أحسن الله عليكم. هذه تسأل تقول: هل يجوز للمرأة حضور العرس إذا كان فيه نساء غير متسترات؟ وإذا كانت المرأة هي صاحبة العرس كيف تتعامل في هذه الحالة؟ هل يجوز حضور حفل الزواج إذا كان فيه منكر؟ هذا على قسمين. القسم الأول أن يكون المنكر من أهل الزواج، هم الذين يفعلون المنكر، كان يأتون بمطرب من الرجال يغني للنساء، والله حرام، لا وهو داخل القاعة ولا وهو خارج القاعة. بعضهم يضحك عليه الشيطان، يقولون يجلس برا في غرفة ويغني للحريم: يا حبيبي يا حبيبي. يقولون يجوز، أعوذ بالله. أو تأتي مطربة تغني بالموسيقى في حفلات الزواج، والله ما يجوز، والله ما يجوز. فهنا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينكر هذا المنكر ويزيله، فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى الوليمة، لا يجوز له أن يذهب إلى الوليمة وإن دعي إليه. القسم الثاني أن يكون المنكر من المدعوين لا من أهل الزواج. عند الرجال، الرجال يشربون دخان في الصالة، عند النساء، بعض النساء متبرجات، فهذا لا يمنع إجابة الوليمة، لأن المانع غير متعلق بالداعي الذي يجاب، لكن يتق الله الإنسان ما استطاع، فينكر على من يراه ويبين له أن هذا حرام ما استطاع. أما يقضي وقته كل شوي يقوم عند إنسان: يا أخي الدخان حرام، يا أخي الدخان حرام، لا، ما هذا ما هو مطلوب، لكن يتق الله ما استطاع. أحد بجواري شرب الدخان يقول: يا أخي هذا الدخان حرام لأنه كذا وكذا وكذا. هذا الذي يظهر لي في المسألة بعد دراستها. نعم.